بتكريمي وبوجودكم معايا, ومبسوطه قوي ان السنه الجديده يعني مقدمه لي حاجات حلوه والحمد لله. لا هي تجربه حلوه قوي بالنسبه لي. انا نشط في حركه عياله عملتها قبل ما اعمل مسلسل ابن حلال تقريبا قبليها بسنه ونص, وتجربه لطيفه يعني انا مش مبسوطه منها يعني مش ندمانه عليها. بس هي ما ضافتليش ولا ضرتني يعني, لان هي كانت نازله في التوقيت او تقريبا بعد المسلسل على طول, فما يعني ما فيش حاجه.